ما شاء الله ما شاء الله، اليوم جايين إلى هذا المكان. السلام عليكم. ليش مكلف على نفسك يا أخي؟ هذا من طيبك وإحسانك، جزاك الله خير. شكرا شكرا شكرا. أخوش هالذوق، الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك لك في رزقك إن شاء الله يا حبيب قلبي. يا إيش أخبارك؟ الحمد لله والله. بشرني عنك. الحمد لله والله. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. وكيف الشغل؟ الحمد لله. جيتكم وشوفتكم، الشغل بيتعدل بيكون احلى. الله يفتح لك ابواب الخير وييسر لك امورك ويرزقك كل خير يا رب. امين يا رب. يا مرحبا حبيبي. حبيبي حياك. طبعا حبايبي، اليوم انا موجود في مكان لشاب عماني مجتهد، عسى الله يوفقه وييسر امورك ويرزقك من فضله. آمين. عبد الرحمن معاه براند متخصص في المستلزمات الرياضيه. ايش تحتاج للرياضه؟ من الفوانيل للأندية، المنتخبات، تبى الأحذية، الجواتي، الملابس الرياضية، الزلغال، السيور، كل شيء محتاجين للرياضة بتحصله في عبده سبورت 7. ما شاء الله الحين صار معاهم 4 أفرع، في كورنيش صحار وفي سوق بركة وفي الخوض فرعين، في الخوض السادسة، والفرع اللي أنا فيه في شارع البركات. أبدا ما يضيع، بتشوف هناك برجر كراج حلو عند صالة الأبطال. عبدو سبورت في انتظارك، فخلونا نروح داخل ونشوف التفاصيل وتستلمون عرض متابعين لعرين وشابة. طبعا قبل لا نشوف ايش موجود في عبدو سبورت 7، استلموا عرض متابعين لعرين، وهذا العرض قلت لي لمدة اسبوع فقط. اسبوع بس ومسوينه والله من فوق طاقته، قال لي بس عشان خاطر متابعينك، وقلت له يستاهلون وان شاء الله انتوا ما بتقصرون ويستاهل كل الدعم منكم. عبد الرحمن. نعم. قلت لي 20% خصم. 20% لمده اسبوع فقط على الفاتوره كلها كامل. اي شيء بتاخذه من عبد سبورت 7 في جميع الافرع الاربع تحصل عليه خصم 20% على الفاتوره كامل. فالمكان ما شاء الله مرتب، وفي اشياء تخصنا نحن يا الشباب، اللي عند مباراة، اللي عند دوري يبي يشارك بطولة، تعال هني واستغل العرض، وعبد الرحمن يستاهل الدعم منك لي حبيبي. يا عبد الرحمن يا مرحبا. عندك أول حاجة قسم الفوانيل والقمصان الرياضية لأغلب المنتخبات والأندية المعروفة. الحلو في عبد سبورت أني يوفروا لك نسختين للقمصان. أول حاجة نسخة اللاعبين اللي تيك شوي يشوف فيه شوية خياطة وفيه نقشة مع اللصق للشعار، ونسخة الجماهير تيك شوية سادة والشعار يكون مخيوط، وأيضا يكون فيه الشورت ماله. نسخة اللاعبين سعر القميص ب6.5 ريالات، ومع خصم متابعين العريم من 20% طيح لك ريال وشي. ونسخة الجماهير ب4.5 ريالات، ومع الخصم 20% طيح لك بعد ريال وشي. ومثل ما شايفين ما شاء الله الأندية والمنتخبات اللي تدورون عليها كلها موجودة، حتى نادي مصر الجديد جايبينه في عبد سبورت، فالناس اللي تدور عليه أنا أقول لك لا يفوتك. والحبيب خبرتني أنكم تتعبون علشان تجيبون هذه الجودة. والله أننا نتعب جدا جدا على هذه الجودة الأصلية عشان نجيبها الكستمر بسعر أنهم يعني ما نزعلهم أبدا. ما حد بيزعل إن شاء الله. إن شاء الله. بعدك أنت جزاك الله خير معطنهم خصم 20%. بعد ما ضبطناه. هذا من طيبك. فوالله يا جماعة يعني جودة القمصان جدا عالية. أنت روحك تعال هني وحكم، راح تشوف الزين. صراحة دقت في راسي فانيلة المنتخب السعودي وذكريات كأس العالم والأيام الجميلة. فإيش تدور من المنتخبات والأندية إن شاء الله بتحصل موجود هني. وأيضا الجميل إن معهم فوانيل الكلاسيك الأيام القديمة، هذه فانيلة الدلبيرو، هاي يقول لك حطها بأول هني دقصيم يا أنتبا. فأيضا معاهم هذا القسم موجود هني، فمثل ما شايفين والخصم 20% على القمصان كلهن. فأنا أقول لك لا تفوتك الفرصة، والحق الحق على الزين الحق. وأصحاب المعشب والترتان بعد في عبد سبورت معاهم قسم خاص لأحذية البراغي، نجي واختار تبلون الشكل. ترى احيانا اللاعبين شيء انا منهم، اذا لون الجوت ما دق فراسي لا تقول لي سجل، لا لا قوم عني، فاحتاج شيء يتناسب مع الذوق عشان ابدع لك في الملعب. فما شاء الله
في عبد سبورت جايبين لكم خيارات من أحذية البراغي، نجي واختار اللي يمشي معك. هذه يسمى الدروي، كانت حيدونه. هذه الشوت الأفقية، هذا عاد جاود عمرك لأنه مكثر على البحر زين. فما شاء الله قسم متكامل لأحذية البراغي موجودة في عبد سبورت، والخصم 20% أيضا عليهم. هذا بطموركم ولا يفوتكم يا شباب. وهني أيضا معاكم قسم أحذية التراتان اللي تيك من دون براغي، براغي خفيف قيس شوت عقولتهم. فما شاء الله خيارات أشكال وأنواع وألوان من الأحذية كلها موجودة، والخصم 20% لمدة أسبوع عليهم كلهم. وهني الناس اللي يسوون رياضة المساء ولا العصر ولا فوق البحر على الشاطئ، فيايبي لك أيضا أحذية الجري مثل ما شايفين بألوان وأشكال مختلفة، والخصم 20%. عيبني هاي اللون جماعة على فانيلة سادة. قوم عنا بس قوم، إن الريال بيكون في ساعة ما يشوف عليه. هذا هو حبيبي. روح حبيبي، فلا يفوتكم الخصم 20% أيضا عليهم. وهني أيضا حاطي لكم بعض المنتجات الخاصة بمستلزمات الرياضة، تبى الجلوفز موجود، الأحذية الخفيفة تبدل بين الجوتي، تبى الزلغان الأطوال القصار، أيضا هني مجموعة من الزلغان الثانية، نايك أديداس، هاي الواقي عن حد يشتغل لك صيمك ولا شيء، ها موجود ترى، نوع ثاني من نعل والكور. فكل هذه المنتجات أيضا عليها خصم 20% لمدة أسبوع. فإذا محتاج شيء مني منك لا تفوتك الفرصة في عبدو سبورت 7. فصراحة جماعة الستايل اللي ضارب معنا هاي الفترة نحن الشباب، انت ورايح للمباراة شال شنطك لازم تكون كاشخ، لأن اللاعب يقول لك الفنان والمحترف يبين من أناقته، يدق سماعة ما يسمع حد، فل تركيز ماشي زين وشال الشنطة والجوتي انت بكرامة. فعشان كي عبد سبورت ضاف لكم هذا قسم الملابس نوعا ما رياضية، ولكن لقبل المباراة للطلعات للمؤتمرات، عندك تصريح تبى تقوله حق اللاعبين، عندك شيء. فما شاء الله ركن في ملابس مختلفة للكشخة والأناقة، بتحصلونها موجودة هني، والخصم أيضا 20% عليهم كلهم مثل ما شايفين، أوفر سايز وشغل مرتب لعيونكم. وعرف أن في وايد ناس يدورون على ملابس كرة السلة، يعني صعب تحصلهم أي مكان، فما شاء الله جايب لكم مجموعة للأندية المعروفة الأمريكية. عندك هني الليكرز، في جيمس موجود، ويحسن لاعب، الله أكبر كيف يتعلق، واحد أقولكم جسمه بلي والله لا تقحم قدامه بيقلعك. فشباب اللي يدور ملابس السلة موجود هني، وهني أيضا أنواع ثانية من الملابس مع الشورتات، تبى لي نايك تبى أديداس زين. فمثل ما شايفين كل ما يتعلق بالمستلزمات الرياضية عبد سبورت 7 في انتظارك. وهاي الريال ترى والله يستاهل الدعم، لا تقصرون معه، طالبنكم ربي إن شاء الله يوفقك يا الحبيب. ها ابتسامتك عايبتني يعني. الله ييسر لك أمورك يا الحبيب حبيبي. المهم حبايبي الحين بحط لكم حساب عبد سبورت 7 في الانستغرام وفي كل التفاصيل، وأيضا كل شيء موجود هني تقدروا تطلبونه من خلال رقم الواتساب، والتوصيل متوفر لكافة مناطق السلطنة. ومثل ما خبرتكم لمتابعين العريمي لمدة أسبوع كامل خصم 20% على كل حاجة موجودة هنا، الفاتورة كامل أي شيء تأخذه تحصل عليه خصم 20%. وما شاء الله أفرعهم 4 في شاطئ صحار كورنيش، وأيضا في سوق بركة، وفرعين في الخوض، في الخوض السادسة، وفي الفرع اللي أنا موجود فيه في شارع البركات. وعليكم إن شاء الله بألف عافية. عبدو سبورت 7 مشروع لشاب عماني يستاهل الدعم منكم، والمكان في انتظاركم. يا هلا ومرحبا.